لا شيء أعلى من موسكو إلا الكرملين، ولا شيء أعلى من الكرملين إلا السماء. مقولة روسية للدلالة على قوة حصنهم المنيع الذي له نصيب من اسمه في العاصمة موسكو. فعلى مر العصور كان قصر الكرملين أكثر من مجرد مكان لإقامة حكام روسيا، فهو رمز ومركز للسلطة والثقافة الروسية. لكن يبدو أن أكثر الحصون مناعة على وجه الأرض تم كسر كبريائه عن طريق طائرات مسيرة أوكرانية بهدف استهداف حياة الرئيس بوتين. من يحمي القصر والقيصر؟ في تصعيد لم يكن في الحسبان، وفي حادثة هي الأولى من نوعها منذ قرون، حيث يتعرض مقر الحكم الروسي للخطر. كشفت روسيا عن ضرب مقر الكرملين بطائرات مسيرة أوكرانية في محاولة استهداف لحياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعلى الرغم من إعلان موسكو أن عملية استهداف الرئيس الروسي فشلت، وأن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتعرض لأي إصابة في الاستهداف الأوكراني، إلا أن وصول الطائرات المسيرة الأوكرانية إلى شرفة مكتب الرئيس الروسي وضع العديد من التساؤلات حول مدى حصانة الكرملين من الاستهداف وعن مدى أمان الرئيس الروسي. وطرحت التساؤلات: ماذا لو كانت الطائرات المسيرة تحمل مواد لها قدرة ضخمة على الاستهداف؟ هل سينهار الكرملين على ساكنيه؟ بلا شك يعد وصول الطائرات المسيرة الأوكرانية إلى الكرملين اختراقاً أمنياً كبيراً، ولكن يبدو أنها ليست المحاولة الأولى لاستهداف بوتين بطائرة مسيرة، إذ تحدثت تقارير غربية منذ أسبوع عن محاولة لاستهداف الرئيس الروسي بمسيرة لكنها تحطمت، حيث أصدرت صحيفة بيليد الألمانية تقريراً زعمت فيه بأن المخابرات الأوكرانية حاولت شن عملية لاستهداف حياة الرئيس الروسي باستخدام طائرة بدون طيار بمدى طيران يصل إلى 800 كيلومتراً، حيث تم إطلاق الطائرة بعد الظهر يوم 23 من أبريل، لكنها تحطمت قبل أن تصل إلى هدفها. ولفتت الصحيفة إلى أن الطائرة المسيرة كانت تستهدف منطقة صناعية مبنية حديثاً بالقرب من موسكو، حيث كان من المقرر أن يزورها بوتين، لكنها تحطمت على بعد أميال فقط من الموقع، لتكون تلك المحاولة التي وصلت إلى القصر الرئاسي الأكثر تحصيناً هي الثانية خلال أسبوع بعد فشل المحاولة الأولى والتي كان الكرملين نفى حدوثها. يبدو أن هناك عزماً على إنهاء حياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأشهر الأخيرة، إذ ذكرت تقارير صحفية أيضاً رصد محاولة استهداف للرئيس الروسي في سبتمبر الماضي عبر استهداف موكبه، حيث تعرضت سيارة بوتين الخاصة لاستهداف مباشر. وحدثت المحاولة عندما كان الرئيس الروسي عائداً إلى مقر إقامته الرسمي في موكب سري يتألف من 5 مركبات، كان الرئيس في الثالثة، واعترض موكبه سيارة إسعاف، ولكن قائد سيارة الرئيس الروسي غير مسارها على الفور، وتم سماع أصوات فرقعة ضخمة تبعه دخان كثيف. وعلى الرغم من فشل جميع تلك المحاولات الأخيرة، إلا أن حياة الرئيس الروسي قد تكون في خطر خلال الساعات المقبلة، لا سيما مع إصراره على المشاركة في احتفالات عيد النصر في 9 مايو. فهل يلجأ بوتين إلى الخطة التي رفضها من قبل وكشف عنها للصحفيين في العام 2020 بشأن تكليف دوبلير يشبهه بأن يحل مكانه خلال أي أحداث قد تحمل نوعاً من المخاطر العالية؟